أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، والبداية من صحيفة الميثاق الوطني العراقي، ونقرأ فيها مقالا بعنوان السجون العراقية أهوال خلف الأسوار للكاتبة ثائرة أكرم العقيدي. تقول فيه: لطالما شغلت انتهاكات السجون الحكومية المعلنة والسرية في العراق الرأي العام دوليا، وتتفق غالبية المنظمات الحقوقية على أن قضية المعتقلين العراقيين تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في ظل اعتراف دولي على وصف السجون الحكومية المعلنة في البلاد بأنها تشهد أسوأ عمليات الابتزاز في العصر الحديث، إذ يتعرض المغيبون وراء أسوارها لجرائم القتل البطيء بالتعذيب والتنكيل والإذلال والإهمال المتعمد. ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في العراق، لكن أرقاما متضاربة تؤكد أنها تقارب 100,000 سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وميليشيا الحشد، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين. وضع السجون العراقية من الناحية الإنسانية عليه كثير من الملاحظات والمؤشرات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، فالحكومات المتعاقبة على العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 تتعمد إساءة معاملة السجناء وابتزازهم واستغلالهم، إذ تحولت السجون إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية بين الأحزاب. إن تدابير مكافحة الإرهاب رافقتها العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، حيث قامت الأجهزة الأمنية والميليشيات باعتقال الكثير من المدنيين تعسفاً، ورافقت هذه التدابير أيضاً عمليات قتل خارج القانون، فيما تصاعدت شكاوى الابتزاز التي يتعرض لها ذوي السجناء في العراق من قبل ضباط التحقيق والسجانين، ليتحول السجناء وفق تعبيرهم إلى مصدر ربح يدر أموالاً بالمساومات والابتزازات، فيما تبقى أزمة المعتقلين ملفاً محرجاً للحكومة وسط انتهاكات متصاعدة بحق المعتقلين. بينما يؤكد صمت الحكومات العراقية المتعاقبة عن الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب في السجون مشاركتها في الجريمة، ومع دخول العراق زمان حكم الميليشيات يستمر تلاشي الخط الفاصل بين الدولة والعصابة، وتستمر صرخات المسجونين من قلب الأماكن ذاتها. وفي صحيفة القدس العربي وجدنا مقالا نشرته بعنوان العراق وغياب الهوية الثقافية، كتبه أحمد الزبيدي. قال فيه: وأنا أتجول في شوارع بغداد وساحاتها، وهي تضم لافتات مكتوب عليها تحكي علي كل مضوج احكي علي، وتعني باللغة السليمة تتكلم عني بسوء كلما شعرت بالضيق تكلم عني، لم أكن أعرف سرها ومعناها ودلالتها، لم أكن أعرف من هو المتكلم ومن هو المخاطب، حتى علمت بعد حين أنها لأبي مهدي المهندس القائد في ميليشيا الحشد الذي اغتالته أمريكا مع الإيراني قاسم سليماني. كتبت هذه العبارة في ساحات عامة وشوارع تعود للدولة العراقية، بالمقابل ليس في ساحاتنا جملة واحدة تجسد الهوية الثقافية للعراق. الهوية بوصفها الخصائص المشتركة والمتبلورة من سرديات تاريخية تحمل القيم العامة، وهنا يدخل مفهوم الأمة بوصفها الحافز الأساس لتبلور الهوية الثقافية. ومن هذا المنطلق فإن غياب الهوية الثقافية يعني بالضرورة غياب مفهوم الدولة المنتج من غياب الأيقونات الثقافية والمعرفية الدالة على هوية الأمة وتشكلات كينونتها. بعض قوى السلطة جاءت لتحول هذا النص الفردي للزعيم الميليشياوي إلى خطاب إعلامي إشهاري يعبر عن قصدية سلطوية تطفي القداسة الكلية على الشخصية، وفي الحقيقة هو خطاب يعبر عن التعالي والقوة التي لا تبالي. ولك هنا أن تسأل عن هوية العراق الثقافية الآن، ما طبيعتها؟ ما حدودها؟ ما شكلها؟ ما خصوصيتها؟ إننا باختصار بلا هوية ثقافية،
ونعتاش على سرديات ميتافيزيقية لا وجود حقيقيا لها، والأدهى من ذلك أنها سرديات متشظية ومتضادة. وعليه فإن الجلباب الديمقراطي الذي وعدت به أمريكا بخياطته للجسد العراقي كان مفصلا لجسد وهمي وافتراضي، فغابت الهوية الثقافية الديمقراطية المدنية، وغابت أيقوناتها الاجتماعية والأدبية والمعرفية. وبالتالي فإن قوة الأيقونة مستمدة من قوة الهيمنة السلطوية للجهة الحاملة لها، وحين تموت هذه السلطة تموت معها تلك العلامات الدالة عليها. إذن أصبحت الأماكن العامة وسيلة ووظيفة لأيقونات خاصة، وهذا ما أدى إلى ضعف الخطاب الثقافي المعبر عن هوية الدولة. أما موقع صحيفة الجزيرة نت نشر مقالا بعنوان ما بعد تعنت نتنياهو للكاتب محمود الرنتيسي، يقول فيه: منذ 7 من تشرين أول عام 2023 لم يدع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاولة للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة إلا وأفسدها. وقد زاد مؤخرا من حدة التصعيد ضد المدنيين النازحين سعيا لدفع حركة حماس إلى الانسحاب من مائدة التفاوض، فيخلي بذلك مسؤوليته عن الإفشال المتعمد. إلا أن حماس نجحت في إحباط مخططه ووضع الكرة دائما في ملعبه، وسعى نتنياهو إلى إفشال خطط وقف إطلاق النار متوقع، إذ يعلم أن اليوم التالي للصفقة سيكون نهاية حياته السياسية وبداية رحلته إلى السجن. وقد منعه خوفه من هذا المصير من التجاوب مع عروض المعارضة الإسرائيلية التي اقترحت توفير شبكة أمان له في الكنيست في حال مرر الصفقة رغما عن حلفائه. وأجواء الأسابيع الأخيرة كانت تدفع إلى بعض التفاؤل، فضغوط إدارة جو بايدن عليه تزايدت، وكأنما كانت تقوم بمحاولة أخيرة لإنجاح اقتراح الرئيس الأمريكي الذي أعلنه قبل أسابيع. كما عملت الإدارة الأمريكية على إحاطة أجواء التفاوض بتصريحات إيجابية، وأبدت حركة حماس مرونة أكبر لتحقيق وقف إطلاق النار، وبقيت الكرة في ملعب الحكومة الإسرائيلية. على المستوى الداخلي الإسرائيلي كانت هناك محاولة لعزل نتنياهو باعتباره حجر العثرة الوحيد أمام صفقة معقولة ومقبولة، وأظهرت المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية جرأة أكبر في دعم الصفقة والضغط على نتنياهو، الأمر الذي زاد من عزلته فيما شهدت الشهور الماضية العديد من التغيرات إلا في موقف نتنياهو. فقد روحت الولايات المتحدة بين دعمه المطلق وبين بذل جهد محدود للضغط عليه، لكنها لم تفلح في جره إلى توقيع صفقة، وانسحب الوزيران بني غانتس وغادي أيزنكوت من مجلس الحرب، وزادت ضغوط عوائل الأسرى عليه، وتكررت زيارات وزير الدفاع يؤاف جالانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية دعما للصفقة. كما تصاعد اختلافه مع نتنياهو في عدة ملفات، منها ملف مشروع قانون تجنيد الحريديم. قد ينجح نتنياهو في كسب بعض الوقت على المستوى الشخصي، لكن التآكل في مؤسسات ومكونات دولة الاحتلال يتزايد بدءا من الجيش ووصولا إلى المعسكر المتشدد، وهو مناخ يهيئ الفرص لوقوع حالة غير متوقعة تدفع نتنياهو مرغما إلى الاتفاق. فسياسة حافة الهاوية التي أجاد لعبها سابقا في الساحتين الداخلية والخارجية قد لا تنجح معه مستقبلا. ننتقل لصحيفة عربي 21، وجدنا فيها مقالا بعنوان: هل سينتج عن حرب غزة نظام إقليمي جديد؟ كتبه غازي دحبان. قال: إن الكثير من الكتابات المتابعة والمهتمة بالتطورات الراهنة والتي تشكل حرب غزة محورها الأساسي رجحت ولادة نظام إقليمي جديد تحتمه ضرورات مرحلة ما بعد الحرب، خاصة ضرورة السيطرة على التداعيات المحتملة عبر آليات فاعلة ومتفق عليها بين الفواعل الإقليمية والدولية، على اعتبار أن حرب غزة كانت من أكثر الحروب استقطاباً على المستويين الإقليمي والدولي. وحتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات عن إمكانية حصول تغيير على المستوى الإقليمي،
لا على مستوى العلاقات والتفاعلات ولا على مستوى الأدوار والوظائف، كما لا يوجد بالأصل مطالبات بوجود نظام إقليمي جديد من قبل الفاعلين الإقليميين والدوليين، والأهم من ذلك انعدام أي رؤى وأفكار وفلسفة حول ذلك، وهي التي تشكل البنية التحتية للنظام الإقليمي قبل صناعة الهياكل والاتفاق على الآليات. تفيد التجربة التاريخية في المنطقة أن الأحداث وحدها ومهما كانت نتائجها لا تؤثر بأنماط التفاعلات الجارية، وهي بالأصل تفاعلات ضعيفة نظراً للارتباط التبعي للمنطقة بالخارج الدولي الذي يملك القرار على المستوى الاستراتيجي ويترك للفاعلين الإقليميين التصرف بمسائل تفصيلية ذات أثر محدود في البيئة الإقليمية، وذلك يتفق أصلاً مع مطلب مزمن للنخب الحاكمة في المنطقة في أنه لا توجد أي مؤشرات عن إمكانية حصول تغيير على المستوى الإقليمي، وذلك يدعو إلى ترك كل طرف يتصرف بشؤونه الداخلية دون أي ملاحظة أو انتقاد أو توجيه. أما الشؤون التي لها تأثيرات خارجية فالأمر فيها يعود لتقديرات لاعب خارجي، وبالفعل مرت على المنطقة أحداث جسام كان كل حدث منها كافياً لصناعة واقع إقليمي جديد على وقعه وتبعاً لنتائجه، لكن الثبات كان السمة المميزة للوضع الإقليمي، وبدءاً من الانتفاضة الفلسطينية إلى حرب الكويت واتفاقيات أوسلو واحتلال العراق ثم ثورات الربيع العربي، لم تولد هذه الأحداث ديناميكيات كافية لواقع إقليمي جديد من النمط الذي يتم تصوره عن نظام إقليمي يغير الواقع في المنطقة بشكل أفضل. ووجدنا مقالا نشرته صحيفة عربي جديد كان عنوانه الوضع الدولي وتزايد احتمالات الفوضى، كتبه رفيق عبد السلام. قال: يتوجه النظام الدولي نحو مزيد من الاستقطاب والفوضى توازيا مع تعمق حالة التعددية القطبية التي فرضت نفسها بصورة واضحة خصوصا خلال العشرية الأخيرة، ومن علامات ذلك صعود قوى دولية جديدة مثل الصين وعودة قوى تقليدية إلى الساحة بقوة مثل روسيا، وهو نظام يشبه من بعض الوجوه نظام ما بين الحربين، حيث كانت القوى الأوروبية الكبرى تتصارع فيما بينها من دون وجود قوة أو قوى راجحة قادرة على ضبط الوضع، بما مهد الأجواء للحرب العالمية الثانية وما رافقها من مآس على الأوروبيين وعموم البشر. ومثلما كان نظام ما بين الحربين يعاني مما سميت المعضلة الألمانية، فهو يعاني اليوم من ما يمكن تسميتها المعضلة الروسية. وكما أخطأت أوروبا التعامل مع ألمانيا بالحصار والإنهاك بعد مؤتمر باريس عام 1919، فإن إمعان الغرب في محاصرة روسيا وعزلها قد حرك مخالبها وأنيابها للدفاع عما تعتبره أمنها القومي. وبما يبدو أن الأمريكان وحلفائهم الأوروبيين لم يتعلموا الدرس الألماني بتصميمه اليوم على تجريد روسيا ما بعد الحرب الباردة من كل عناصر قوتها وتحويلها إلى مجرد دولة إقليمية. رغم أن المشهد الدولي ما زال محكوماً بأسبقية الولايات المتحدة على غيرها من القوى المتنافسة بحكم أنها وريث طبيعي لنظام الهيمنة البريطاني، وقد ترسخ هذا النظام أكثر بعد نهاية الحرب الباردة التي انتهت بتفكك القطبية الثنائية وهزيمة الاتحاد السوفيتي لصالح ما عرف وقتها بنظام القطبية الواحدة. ومع كل هذا السبق الاستراتيجي بات نظام الهيمنة الأمريكي الغربي يواجه منافسة جدية اشتدت أكثر بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 ثم أزمة كورونا التي ما زالت ندوبها وذيولها قائمة، ثم الحرب الروسية الأوكرانية ومشكلة تايوان والصراع السياسي والاقتصادي مع الصين. كما أن الحرب الإسرائيلية على غزة التي تتجه نحو التوسع بما يشبه الحرب الإقليمية ما زالت تفعل فعلها في الساحتين الإقليمية والدولية عامة،
والقدر الواضح منها أنها زادت في تعميق مأزق النظام الدولي واهتزاز الثقة في مبادئه ومؤسساته وتشريعاته، حيث باتت إسرائيل وبدعم وحماية مطلقين من حليفها الأمريكي تتموضع فوق الأمم المتحدة وفوق القوانين والأعراف الدولية، فترتكب المجازر الجماعية على مرأى ومسمع من العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين، لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نتابع الآن مشاهدينا بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم من صحف اليوم. وإلى صور اليوم، حيث نشرت وكالة الأناضول خبرا بالصور يتحدث عن تخوف النازحين الفلسطينيين من إصابة أبنائهم بفيروس يتسبب بشلل للأطفال، اكتشف مؤخرا بمياه الصرف الصحي المنتشرة في شوارع ومناطق قطاع غزة، والذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 9 أشهر. هذا وتتراكم مياه الصرف الصحي داخل المخيمات ومناطق متعددة في القطاع، وتحاصر النازحين وتزيد من معاناتهم اليومية وتعرضهم لخطر مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع منذ 7 تشرين الماضي، في مشهد مرعب لمستقبل أهل غزة التي يحاصرها الاحتلال من كل جانب وتهددها الأمراض، فضلا عن القصف المستمر وسط سكوت المجتمع وعجزه عن كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي. والآن مع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. في الختام تقبلوا منا أطيب التحايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.